هايبريد 1 معاكم ميس ايمان سيد من قناه ميس ايمان. ان شاء الله النهارده جريد 1 هكمل معاكم كتاب هكمل معاكم النهارده الريفايز بتاعنا في كتاب الديسكفر. بس قبل ما ابدا الريفايز بتاعي احب بس اقول لكم ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان اوصل لكم كل الفيديوز الجديده. تعالوا النهارده بقى معايا جريد 1، هنبدأ مع بعض النهارده، هنكمل النهارده في كتاب الديسكفر اللي احنا هنبدأ فيه مع بعض. الريفايز اللي احنا كنا ابتدينا فيه المره اللي فاتت، فاكرين المره اللي فاتت لو انتم فاكرين في اللاست كلاس احنا خلصنا عند فين؟ خلصنا لما اتكلمنا عن ايه كانت اخر حاجه قلنا ايه؟ قلنا الترانس قلنا السنسز كانت اخر حاجه اتكلمنا فيها كانت ايه؟ السنسز، اتكلمنا عن السنسز وقلنا ايه؟ قلنا ان احنا ايه الطرق عندنا 5 سنسز اتكلمنا عنهم، اللي هي سايت اللي هي الرؤيه، هيرنج السمع، سميل الشم، تيست التذوق، والتاتش ايه اللمس. طيب ده هم كام، هاو ميني سنسز ار ذير ار وي هاف هاو ميني سنسز؟ سايت، سميل، هيرنج، تيست اند تاتش. هم دول ايه الفايف سنسز اللي احنا ايه بنتكلم عليهم. تعالوا انا بقى جريد 1 نشوف مع بعض هنا بعض الاستاذ اللي قدام ده. هنا صور هنا يعني ايه؟ يعني ليزر، قدام ليزر. تيكينج بيعمل صوت، سموث اللي هو ناعم، بومبي اللي هو فيه نتوئيد، ستينكي اللي هو مش طازج او غير طازج، ساور اللي هو يعني فيه زي ايه؟ زي الوقت زي ده زي إيه؟ اللي هو ايه؟ ليمون ساور. في عندنا هنا ايه؟ عندنا مثلا تيكي تيكي اللي هي ايه يعني بتعمل تيك 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 ايه كلوك. طيب سموثي اللي هو ناعم، ايه سموثي اللي هو ناعم اللي هو فين هنا سموثي؟ سموثي اللي هو ناعم. كيرل، كيرل اللي هي ايه الريشه سموثي. طب ستينكي اللي هو غير طازج، نوت فريش يعني معنى صح؟ ستينكي ذيس وان. اند لارج اللي هو مين؟ اللي هو الالفنت. اوكي دي ده اللي احنا قلناه النهارده. طب انا عايزه بس يا جريد 1 اسيبكم انتم تجربوا تحدوا لي ده كده وتوروني هتقولوا في ايه. تعالوا بقى نحل مع بعض. طبعا هتقولوا يا مس انت مش مجانا، لا انا متنزله اللينك بتاع الريفيجن موجود عندكم على القناه، تدخلوا وتشوفوه وتحاولوا تحلوا لي الاكسرسايز ده كده وتشوفوا وتوروني هتحلوه ازاي. اوكي تعالوا بقى مع بعض هنا نحل، نشوف هنا النكست ليسون هنا بيقول ايه؟ ستوري تايم اللي هي وقت القصه. في عندنا احنا عندنا الستوري ليها 3 بارتس. اول حاجه اسمها بيجيننج، ميدل، اند. بيجيننج اللي هي البدايه، ميدل اللي هو المنتصف، اند النهايه. طيب عندنا في حاجه اسمها كاركترز الشخصيات، سيتنج المكان، سنسز الحواس. تعالوا مع بعض هنا يا جريد 2 سوري جريد 1 نشوف مع بعض شابتر 2 اللي احنا هنبدا فيه النهارده. بنقول ايه؟ communication with numbers. يعني what is the meaning of communication with numbers? communication with numbers means communication with numbers like 1, 2, 3 and so on. Okay? ان هو ايه؟ هو عايز يوريكم ايه؟ ان احنا النمبرز important in our life. ليه؟ لان كل حاجه عندنا في الكوميونتي بتاعنا كلها لها علاقه بالايه؟ بالنمبرز. سواء انت بتروح تشتري حاجه بتستخدم النمبرز، الكلوك اللي احنا بنشوفها بالنمبر، مثلا ايه تاني؟ الماركس اللي بناخدها بالنمبر، البروزس اللي بنشتريها بالنمبر. طيب كل ده نمبر ولا لا؟ البوستر نمبر بتاعت البيت بتاعنا، المكان البريد، الرقم البريد بتاع كل دي كلها نمبر. يبقى انا عندي بوستر نمبر، بيج نمبر اللي هو نمبر بتاع الحقيبه، تايم، ام باص نمبر، وحتى الباص كمان بيبقى له نمبر. تعال بقى مع بعض نشوف مع بعض ايه الكلام ده. هنا بيقول لي ايه جريد 1 ماتش نمبر تو سوتبل اوبجكت. يعني هنا هو عندي ايه؟ مديني ايه 200 سنتيجريد، ال اي 25، 12 2 كيلو، 1 مارش 00239597. طب هو عاوز ايه؟ هو عاوز يقول لك النمبرز دي اكسبريسنج ايه؟ طيب هنا اولا لما اقول سنتي جراي يبقى انا بعبر هنا عن ايه؟ هنا بعبر عن ايه؟ عن الديجري درجه الحراره. يبقى this one
this with A this one. This one with this one. LE25 اللي هي ده A price. This one with this one. هنا ايه ده تايم اللي هو ده التايم. التايم بقى ده نحط فين بقى التايم هنا؟ تايم التايم هنا يبقى فين؟ التايم يبقى دي تايم 2 كيلو 2 كيلو يبقى دي تايم. الكلاندر اللي هي النتيجه دي تايم 1 مار ذا نمبر اوف تليفون اوف ذا فون نمبر دي تايم. اوكي so we communicate it with A with number. تعالوا بقى قلنا مع بعض جريد 1 نشوف بقى مع بعض الاكسرسايز ده بيقول ايه. use this information to answer the question. هنا مديني طبعا معلومات كده وبيقول لي يعني ان انت تجاوب الاسئله اللي قدامك. طبعا هنا مديني دوكس. تعالوا نعد مع بعض الدوكس اللي قدامنا دي. how many دوكس؟ 1 2 3 4 5 6 7. I repeat again. 1 2 3 4 5 6 7 cats 1 2 3 4 5 rabbit 1 2 3 and turtles 1 2. طب هنا بيقول لك كي each pet animal 1 animal يعني كل واحده من الحيوانات الاليفه دي 1 animal. يبقى نقول ايه how many students like طبعا هم هنا students like a pet animal فبيقول لك ايه اديني هنا ما بيقول لي each pet animal 1 animal يعني كل حيوان أليف بحيوان واحد. بيقول هنا إيه؟ How many students like dogs the best؟ مين بقى كم واحد بيحب الدوجز؟ مين كم واحد هنا بيحب الدوجز؟ نشوف كده هنا إيه؟ عديناهم هنا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 كام؟ 7 هنا نحط إيه؟ 7. طب How many students like cats the best؟ كم واحد بيحبوا الإيه؟ الكاتس؟ هنا إيه؟ 5 هنا 5. طيب How many students like rabbits? هنا ايه؟ 3. هنا 3. How many students like turtles? 2. تعالوا نقعد مع بعض نحل كده. طب هنا برضه هنا برضه مديني برضه هنا جريد بس هنا بقى عاملها لك ايه؟ عاملها بالجراف عشان يعمل لك ايه الريبريزنتيشن للنمبر. هنا عندنا الابل students favorite ايه؟ fruits. الستودنتس الفاكهه اللي بيحبوها الستودنتس. هنا عندنا الابل هاو ميني ابل اللي بيحبوا الابل كام؟ 1 2 3 4 5 اللي بيحبوا مانجو 1 2 3 اللي بيحبوا البانانا 1 2 3 4 5 6 ستروبري 1 2 3 4 5 6 7 8. طب تعالوا هنا نبص مع بعض هنا عندنا الابل هنا هاو ميني ابلز هنا 5 يبقى شوف هنا عندنا الجراف عامل لي هنا ايه 5. طب المانجو هنا كام؟ 3 المفروض هنا المانجو هنا كان هيبقى 3 يبقى 3 يبقى انا وصل لحد ايه؟ هنا 3. طيب هنا بقى عندنا هي بتجي برضه هنا بيقول لك ان تعمل انت النمبر زي اللي هم اليلو دول اللي هم ايه البنانا نعدهم كده 1 2 3 4 5 6 هم كانوا كام؟ هم كانوا 6 يس 6 يبقى هتكتب هنا البنانا نكتب هنا بنانا. طب ستروبري نعدهم كده 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى هما كام هنا؟ 8. اوكي يبقى نعمل هنا 8. طب تعالوا بقى معايا بصوا هنا مع بعض بيقول لك ايه؟ use the graph to complete the table pictograph يعني احنا عندنا هنا table هنكمله. اوكي يعني هو مديك الجراف وانت هتعمل النمبرز هنا. اوكي هنا بنقول هنا ايه؟ عندنا اول حاجه هنا اللي هو الايس كريم ده مكان هنا كام؟ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 يبقى انت هترسم هنا ايه؟ 8. طيب this one هنعد فيها كام؟ 1 2 3 4 4 الدمج داون بيقول عليه اسمها ايه مش عارفه يعني حتى بيقول عليه 1 2 3 4 يبقى هنا كام؟ نرسم هنا ايه 4 هنا دي كام بقى؟ 1 2 3 4 5 هنا دي كام؟ 5 اللي هي الكب كيك دي 5 خلاص؟ اوكي كان هنا يعني هنا بيقول لك الكانديز والاولاد اللي بيحبوا. طيب تعالوا بقى ناخد شابتر 3 مع بعض يا جريد 1 هنا بيقول ايه؟ كوميونيكيتنج وذ اس تواصل من خلال الرسم. فاكرين احنا لما خدنا الليسون ده وقلنا
ان احنا بنتواصل من خلال البث، لان فاكر ما قلت لك اكتب ماي نيم ماي بيرث داي ام ام ييرز ام 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 اكتب هنا نمبرز ييرز اول فوتو، ان انت تحط الفوتو بتاعتك. فاكر ما قلت لكم ارسموا الفوتو، يحطوا الفوتو بتاعتكم وكل واحد يكتب ما فيفورت اكتيفيتي ايه والكلام ده. هو نفس القصه هنا، هو هنعملها برضو هنا. تعالى هنا بيقول ايه، هنا عندنا فوتوغرافر، هنا بقى عندنا ايه بقى، هنا عندنا الفوتوغرافر وعندنا بانتر وعندنا هنا بانتنجز كلابتشرز اللي هي تماثيل ومنحوتات. بيقول ايه هنا، مديني جوبس وبيقول لي ايه اوصلها ببعضها. طيب هنا عندنا، هنبص مع بعض، ماتش اتش زوب تو ذا سوتبل تو ذا سوتبل بيكتشر. هنا عندي فوتوغرافر اللي هو وات ذا فوتوغرافر ذيس وان، اكتر اللي هو ممثل او فنان يعني اكتر. فين الاكتر؟ اكتر فين؟ ذيس وان، ذيس وان از اكتر اللي هو الفنان. الميوزيشن، ميوزيشن ذيس وان الميوزيشن اللي هو بيلعب بلاينج ذا ميوزك. دانسر الراقصه ذيس وان، ذيس وان الدانسر. بينتر اللي هو بينتر اللي هو ايه الفنان، او اللي هو اللي هو بيرسم. This one. Sculpture اللي هو اللي هو النحات. This one. اللي بيرسم التمثال. تعالوا بصوا بقى مع بعض هنا. هنا بقى بنقول ايه؟ هنا عندنا برضو، هنا بيقول لك ايه؟ النيدز والوونتس. طبعا خدنا السؤال، خدنا القصه دي قبل كده، وهنا طبعا بنرجعها مره تانيه مع بعض. اللي هي ايه النيدز والوونتس؟ احنا طبعا قلنا ان هي الفود والشيلدر والووتر، دول اساس، دول ايه؟ فود وشيلدر و فود وشيلدر ووتر، دول مهمين جدا، دول ايه نيد. وقلنا طبعا الايه؟ الوونتس قلناها هي ايه؟ طيب هنا اتكلمنا طبعا مع بعض عن، فاكرين لما اتكلمنا على الفود على البارت اوف بنسل، قلنا هنا جرافايت، هنا وود، وهنا الايريزر. لو تفتكروا مع بعض احنا كده ذا ليد اوف ذا ليد اوف بنسل از ميد اوف ايه؟ اوف جرافايت. فاكرين لما اتكلمنا عن الجرافايت وفوق وقلناها اهي، تعالوا بصوا معايا برضو نراجع مع بعض، دي ريفايز برضو لينا عشان لو كده نفتكر مع بعض البنسل كان مكون من ايه اهو. لو تفتكروا معايا عاوز كده فين برضو انا قلنا الليد، الليد ميد اوف ايه؟ اوف جريفايت. لو تفتكر اهو جريفايت بادي اوف بنسل ميد اوف ايه؟ ميد اوف وود. الاريزر ميد اوف ايه؟ رفض. انا عندي البنسل كونسيست اوف ايه؟ ليد
made of graphite, body made of wood, and either is made of rubber. Okay. يعني كده عرفتوا اللي عرفتوا البنسل ايه؟ البنسل مكون من ايه؟ عشان الحاجات دي لازم تبقوا عارفينها يا جريد 1، يا جريد 1 ممكن تجيبكم زيها في الامتحان. اوكي؟ فكرنا عن الليد والوضع، يبقى الليد مفروض بفايت بدأ بينسى بدأ بإيه؟ واحنا قلنا هنا إيه رايت ذا تايب أوف جودز، طبعا ترسم إيه أنواع الإيه؟ أنواع ترسم أنواع الإيه؟ أنواع الإيه؟ البضائع. ذا تي شيرت إز إيه؟ إز إيه؟ فود، كلوذينج، هيجين، برودكت. طبعا الفود التي شيرت عمره هيبقى فود رونج، هيبقى هيجين لا، يبقى إيه؟ كلوذينج، يبقى تي شيرت. It's better to space to closes away or recycle. طبعا احنا المفروض ان احنا لما الهدوم بتاعتنا بتقدر نعمل we must recycle. Recycle. Write some appliances in your house. طبعا انتوا طبعا هتكتبوا الاجهزه الكهربائيه اللي احنا بناخد عندنا في البيت ايه؟ عندنا فان، فريج، ممكن تكتب فان، فريج، او اسمه ايه تاني؟ نقول ايه تاني؟ ووشنج ماشين اللي هي الآلة بتاعت الغسيل بتاعت يعني الغسالة يعني. طيب هنا بيقول لك إيه؟ write the name of this of this advice advices اللي هي إيه الأجهزة دي؟ ده هنا عندي إيه ده اسمه إيه؟ لابتوب. أكتبهم لكم أكتبه على البورد كده عشان تبقوا عارفين اسمه لابتوب. لابتوب لابتوب This is called a washing machine. This is called appliances. Okay. طيب تعالوا نشوف بعد كده. هنا دي ايه؟ فان. هنا اوفن. هنا ده ايه؟ اير كونديشن. ده نسيت ان هو اير كونديشن. هاو يو كان كونزيرف كونزيرف ووتر. هنقول مثلا ايه؟ باي ايه؟ باي ايه؟ باي مثلا ايه؟ when I brush my teeth I turn off the tap. I can't use water when I'm taking a shower. I can't leave the water more and more. ممكن نقول ايه كمان؟ طب تعالوا نشوف كده احنا كنا قلنا فيها دي. اكتب لكم التحدث. When you are washing when you are washing by our face, you turn off the tape. انت بتغسل وشك، انت المفروض ان انت ما تفتحش الميه ايه يعني ما تفتحش الميه على طول. يعني ما تفتحش ميه وتسيبها. طيب نشوف كده كان هنا قايل لنا ايه برضه عشان ابقى جايبه لكم الكلام بتقلل اللي قلناه قبل كده. How to conserve water. قلناها برضه how to conserve water.
الخنزير بوت. ازاي بقى ان هونو اروشنج هونو اروشنج اور هاند كان ايه؟ كان تيرن ذا تيب اوف وين وي وين وي بلانت وين ووترينج ذا وين ووترينج بلانت كانت ليف ذا ايه كانت ليف ذا ايه ذا تيب اوبن without without using it. وكان كان ايه تاني؟ ايه دي؟ I take a short shower, I take a short shower and turn off the ايه the tape. اخد دوش يعني اخد short shower واقفل الايه التيب. اوكي كل دي طبعا conserve water. لا conserve water ان هي بتحافظ ايه على الميه. اوكي ناخد بقى بعد كده الجزء اللي بعد كده ان احنا ناخده. خلاص انا قلت لكم كونزرف ووتر، قلت لكم حاجات اي بروميس تو ايه تو سيف ايه ووتر تو سيف ووتر. طيب تعالوا بصوا هنا معايا جريد 1 يا جريد 1 ابلانسز ميتش اتش ابلانسز ويز اتس يوز. يعني احنا هنا مثلا عندنا ستوف اللي هو الايه البوتاجاز او الفرن هيت اب فود بيسخن الايه الاكل. ووشنج ماشين كلين كلوزت بتغسل الهدوم. فاكيوم كلينر فاكيوم كلينر اللي هي ايه اللي هي المكنسه. clean floor from dust بتنظف الارض من الايه من الاتربه. refrigerator keep food cold. air conditioner cool air computer find information. تعالوا نحل مع بعض الايه الاكسرسايز ده. هنا stove where is the stove here this one is stove this picture with this sentence. washing machine this picture with sentence washing machine. vacuum cleaner the last one vacuum cleaner clean floor from dust. Refrigerator. This is refrigerator. Keep food cold. Air condition. Air conditioner. Cool the air. Air conditioner. Cool the air. Cool the air. This one. Cool the air. This one. Computer. Find information. This one. أربعة نتكلم مع بعض. طبعا ده اللي احنا خدناه في لو انتوا فاكرين الاكسرسايز اللي احنا قلناه ان احنا قلنا اول اللي هو بتاع الايه اوردر ذا بيكتشرز تو شو ستيجز اوف ميكينج كلوزز مراحل عمل الايه الهدوم. كوتون بلانت جروز ان فيلد اول ايه بيتاخد من فيلد بعد كده هو بعد ما بيتاخد بيقول ايه بيك كوتون بورد ويز ا كوتون هيرفزنج ماشين بيقطعها من الايه بالهيرفزنج ماشين. بعد كده هو بعدين بتروح فين بقى سيبريت كوتون اهي سيبريت كوتون فروم سيد وذا كوتون جين. بعد كده سبين كوتون انتو يرن تو يرن ذات از ويفنج انتو فابريك وذا لوب. بعد كده بيحطوها في مكان عشان يبداوا ايه ينسجون. بعد كده كات اند سو ذا ايه فابريك. اوكي طبعا هنا قلنا بقى ايه في الكلام ده قلنا هنا ايه طبعا ايه بيقول ايه فولو ذا ميز اوف ايتش بيرسون تكنولوجي يوزنج رايت هاو ذيس تكنولوجي هيلبس هيم اور هير. طبعا هنا عندنا مثلا فور اكزامبل اللي هو الولد. طبعا هنا الولد ايه الحاجه اللي هو بيستخدمها ايه اللي هي التول اللي هو ايه بلاين ايه تول this one with this ايه one. طيب ان هو ايه بيساعده ان هو ايه to play and making ايه different shapes. مثلا بتساعد ان هو يعمل ايه اشكال كتير. طيب هنا بقى بعد كده عندنا الكمبيوتر. الكمبيوتر هيوصله بمين؟ بديس وومن. طيب الكمبيوتر هيلبس هيم هيلبس هيم تو ايه؟ تو فايند انفورميشن ان هي تعمل ايه؟ ان هي تجد معلومات. هنا الكليننج الواشنج ماشين الواشنج ماشين ايه؟ كليننج ايه؟ كلينز كلوزز كلينز كلوزز. اوكي بوت تيك هنا بيقول ايه؟ بوت تيك ان فرونت اوف بيكتشر شو كونزرفنج ووتر اند درونك اون بيكتشر نوت كونزرفنج ووتر. طب هنا this girl leaving the water and brushing teeth. يبقى هنا طبعا دي wrong. طبعا هنا ايه ال pipe is ايه not fixing هنا wrong. طبعا هنا ايه the plumber fixing the tape right. هنا ايه wash هنا brushing teeth and closing the tape right. taking a long shower and leaving water this wrong. This woman is washing in sink but closing a the cave right.
في هنا بقى عندكم الركن بتاع الرايتنج بقى اللي انتوا بتكتبوه، في كلمات زي كلمه نيدز، وونتس، ريسورس، مصدر، جودز، هيجين، ستورز. طبعا الكلمات دي جريد 1 لازم تتحفظ. مارك، ماركتس، بيكر، بيكر اللي هو الخباز، بيكر اللي هو محل بيكر اللي هو الخباز، بيكر اللي هو محل الخبز يعني او المكان اللي بتشتري منه الخبز، باين براد، ريسايكل اعاده تدوير، تكنولوجي، تكنولوجيا، ماشين، انيفيشن تطور، ابلينس، ابلينس الجهاز، كونزيرف يعني كونزيرف اللي هو ايه يعني يوفر. هنا بتقول هنا بقى today I will stop here. Thanks a lot until you meet again with